السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله في فيديو النهاردة هنتكلم عن الالكايل هالايد، هنعرف النومنكلتشر بتاعتها، التسمية والسنسز والرياكشن، ازاي بنحضرها وازاي بتتفق. نبدأ اول حاجة بالنومنكلتشر، التسمية. الالكايل هالايد في منها نوعين، او اللي احنا هندرسهم هما نوعين، المونو الكايل هالايد والداي الكايل هالايد. تمام؟ الكايل هالايد اللي هو عبارة عن R X، R اللي هي تمثل السلسلة بتاعة الكربون، سواء بقى فيها كربون واحدة اتنين تلاتة شكلهم عامل ازاي السلسلة، والإكس تمثل الهالوجين اللي هو الهالايد، ممكن تبقى كلور بروم يود فلور وهكذا. مونو الكايل هالايد يعني عند R متصلة بمجموعة هالوجين واحدة بس. داي الكايل هالايد يعني عندي الاثنين كربون مثلا وفي مجموعتين هالوجين، زي ما هنشوف دلوقتي شكلهم عامل ازاي سواء جنب بعض او مختلفين عن بعض زي ما هنشوف التسمية. نبدا الاول بالمونو. مونو الكايل هالايد في جواها ثلاث انواع، برايمري وسكندري وتيرشري. البرايمري الكايل هالايد يعني عندي الار ايا كانت السلسله اهي، واخر كربون مثلا CH2X. برايمري يعني الاكس اللي هو الهالوجين بتاعي متصل بكربون معاها كربونه واحده او معاها اتنين هيدروجين، عايز تمشيها بقاعده الكربون ماشي، عايز تمشيها بقاعده الهيدروجين ماشي. تاني برايمري يعني الهالوجين بتاعي متصل بكربون، الكربون دي عامله رابطه مع كربون واحده بس. تمام؟ او القاعده الثانيه بتاعه الهيدروجين ان الكربون الهالوجين متصل بكربون يكون معاها ذرتين هيدروجين. تمام؟ السكندري، السكندري يعني الكربون بتاعتي اللي متصلة بالهالوجين اهي، وتكون متصلة باتنين كربون، عايز امشيها بقاعدة الهيدروجين يبقى الهالوجين متصل بكربون، الكربون دي معاها واحدة بس هيدروجين واتنين كربون، احنا كاتبينهم R طبعا لانها ممكن تكون سلسلة طويلة او كربونة واحدة مش فارق معايا، المهم ان يكون اللي طالع من الكربون هنا رابطة متصلة بكربون وهنا رابطة متصلة بكربون. التيرشري الكايل هالايد بيبقى الكربون بتاعتي اللي متصلة بالهالوجين مش متصلة بولا ذرة هيدروجين، كل الروابط اللي معاها متصلة بالكربون. برضو عايز تقولها بقاعدة الكربون يبقى تقول الهالوجين متصل بكربون معاها ثلاثة كربون، او الهالوجين متصل بكربون معهاش ولا ذرة هيدروجين، القاعدتين شغالين. يبقى البرايمري الهالوجين متصل بكربونة معاها كربونة واحدة، السكندري الهالوجين متصل بكربونة معاها اتنين كربون، التيرشر يعني تلاتة يبقى الهالوجين متصل بكربونة معاها تلاتة كربون. ناخد امثلة مثلا المركبات دي، مثلا حاجة زي ال CH3 CH2 CL، ده كده برايمري ولا سكندري ولا تيرشري. هاجي ابص على ال CL هلاقيها متصلة بكربون والكربون دي معاها كربون واحدة بس، يبقى اذا ده كده اسمه برايمري. لو جيت اسميه بالتسمية الايوباك او الكومون، الايوباك هقول كلورو ايسان عشان اتنين كربون، الاسم الكومون يبقى الاتنين كربون دول هقول عليهم ايسايل، والكلور دي يبقى اسمها كلورايد. في التسمية الايوباك بعمل ايه؟ بشوف اطول سلسلة عندي اللي هي الاتنين كربون دول، اتنين كربون يبقى ميس ايس، عامل زي الالكاني يبقى بقول ايسان، وبعتبر الكلور دي تفرع فبقول عليها كلورو، دي كده التسمية الايوباك. التسمية الكومون بعتبر ان السلسلة هي عبارة عن الكايل، فبشوف هي كام كربون اتنين يبقى اقول عليها ايسايل، والكلور بقول عليه كلورايد. مثال تاني مثلا زي ال CH3 CH CH3 BR، لما اجي اشوف ده هل هو برايمري ولا سكندري ولا تيرشري، هلاقي ذرة ال BR البروم متصلة بكربون معاها اتنين كربون، يبقى اذا ده سكندري. عايز اسميه بشوف اطول سلسلة اللي هي دي، كربون اتنين تلاتة، بركب من اي طرف مش هتفرق، واحد اتنين تلاتة، الوضع رقم اتنين طلع منه البروم يبقى هقول اتنين برومو، تلاتة كربون يبقى بروبان، ده كده الاسم الايوباك بتاعه. عايز اسمي بالكومون نيم المجموعة دي اللي هي اسمها مجموعة الايزو، فبقول عليها مجموعة الايزو بروبايل، احنا قلنا التسمية الكومون، بقول مجموعة الكربون بقول عليها الكايل،
يبقى اسمها ايزوبروبايل، والبروم هقول عليه بروميد. ناخد مثال كمان CH3 يود. عايز اعرف الاول ده برايمري ولا سكندري ولا تيرشري. هاجي ابص على ذره الهالوجين اللي هي اليود متصله بكربون، الكربون دي معاها 3 كربون، يبقى اذا هقول عليه تيرشري. لما اجي اسمي عايز اسمي التسميه الايوباك، هقول ايه؟ هحدد اطول سلسله اللي هي دي مكونه من 3 كربون. في عندي كام تفرع؟ عندي تفرعين طالعين من الكربون رقم 2، الكربون رقم 2 معاها ميثايل ومعاها يود. هتشوف الترتيب الابجدي الاول، هلاقي اليود يبقى هقول 2 ايودو 2 ميثايل، والسلسله نفسها 3 كربون يبقى ميس ايس بروب يبقى بروبان. عايز اسمي بالاسم الكومون، هسمي مجموعه الالكايل دي الكربون معاها الثلاثة CH3 اسمها مجموعة التيرشري، بتتكتب TERT بس اختصار تيرشري TERT تيرشري، وهم 4 كربون، بعد الكربون كلها يبقى تيرشري بيوتايل ومعاها اليود فبقول عليه ايودايل. نشوف مثلا المثال ده، هلاقي عندي سلسلة وفيها تفرع ذرة الكلور. أول حاجة بلاقي أطول سلسلة، هلاقي أطول سلسلة اللي هي دي مكونة من كربون 2 3 4 5 كربون، تمام؟ هنقي الناحية الأقرب للتفرع، لو جيت أرقم من هنا هيبقى 1 2 3 4 5 يبقى الكلور واخد رقم 3، لو جيت أرقم من هنا هلاقي 1 2 3 4 5 برضه الكلور واخد رقم 3، فهشوف الأقرب للتفرع الثاني اللي هو مجموعة الميثايل، يبقى هرقم من هنا أدي 1 2 3 4 5. في الوضع رقم 2 طالع منه CH3 اللي هي مجموعه الميثايل، وفي الوضع رقم 3 طالع منه CL اللي هي ذره الكلور، فبشوف الابجدي الاول يبقى الكلور هي الاول، يبقى هقول 3 كلورو، وفي الوضع رقم 2 مجموعه الميثايل يبقى 2 ميثايل، السلسله كلها 5 كربون يبقى بنت تان. نشوف مثلا المثال ده برضو، هلاقي سلسله الفاتيه وفي عندي كلور وبروم، فهنقي اطول سلسلة اللي هي دي. السلسلة دي مكونة من كام كربون؟ 1 2 3 4 5 6. هرقم من انهي ناحية؟ هشوف الناحية الاقرب للتفرع، لو جيت ارقم من هنا هلاقي الكلور رقم 2، لو جيت ارقم من هنا هلاقي البروم رقم 2، فهرقم من ناحية الاتوميك ويت بتاعه اعلى او الترتيب الابجدي الاول اللي هو البروم، يبقى هاجي من هنا 1 2 3 4 5 6. هاجي اسمي هلاقي في الوضع رقم 2 برومو وفي رقم 5 كلور، يبقى هقول 2 برومو بعد كده 5 كلورو، السلسلة كلها 6 كربون يبقى هكسان. نشوف المثال الثالث، برضو سلسلة طويلة فيها دبل بوند وفيها السي ال، هنقي أطول سلسلة أهي. هاجي أشوف عدد الكربون 1 2 3 4 5 كربون، هرقم من أنهي ناحية؟ لو جيت رقمت من هنا الكلور هتاخد رقم 2، 1 2 3 4 5 الكلور خدت رقم 2 والدبل بوند خدت رقم 3، لو جيت رقم من هنا هيبقى 1 2 3 4 5، هلاقي الدبل بوند خدت رقم 2، فانا باخد الترقيم على حسب الدبل بوند اولى من الكلور، يبقى همشي على الترقيم اللي فوق ده، يبقى هرقم من الناحية دي 1 2 3 4 5 لأن دي الأقرب للدبل بوند، تمام؟ الكلور طلع من وضع رقم 4 يبقى هقول اسمه 4 كلورو، وعند دبل بوند في الوضع رقم 2 يبقى هقول 2، هما كام كربون؟ 5، يبقى بنت، وعشان دبل بوند يبقى بنتين. تعال نشوف التسمية بتاعت الداي هالايد. قلنا داي هالايد يعني عندي ذرتين هالوجين، في تسمية اسمها الجيمينال بنختصرها GEM، وفي تسمية اسمها الفيسينال بنختصرها VIC. الجيمينال يعني عندي كربونة واحدة طالع منها الاثنين هالوجين وباقي السلسلة زي ما هي. الفيسينال يعني عندي اثنين كربون كل كربون طالع منها ذرة الهالوجين. ناخد مثال هنا مثلا زي ال CH3 CH CL CL. لو عايز اسمي بالطريقة الايوباك هقول نفس الكربون معاها الاثنين كلور، يبقى 1 1 كلورو ايثان، ده كده الاسم الايوباك. عايز اسمي بالطريقة الكومون، يا
يبقى هقول الاثنين كلور على نفس الذره يبقى اسمه جيمينال، وده الايسايل داي كلورايد يبقى اسمه جيمينال جي اي ام، بنقول عليها ايسيلين داي كلورايد. ناخد مثال مثلا الفيسينال زي ال CH2 BR CH2 BR. لو عايز اسمي بالتسميه الايوباك هقول عليه 1 و2 داي برومو، والسلسله كلها 2 كربون يبقى داي برومو ايثان. لو عايز اسمي بالاسم الكومون الاثنين بي ار كل واحد على كربون يبقى اسمه فيسينال، يبقى فيسينال ايثيلين داي برومايد. مثال كمان مثلا زي ال CH3 C معاها 2 CL CH3. لو جيت تسمي بالتسمية الايوباك هاخد اطول سلسلة اللي هي فيها 3 كربون، سواء رقمت من هنا او من هنا مش هتفرق. يبقى في الوضع رقم 2 و2 داي كلورو 3 كربون يبقى بروبان. وبكده نكون خلصنا الجزء بتاع التسمية. تعالوا مع بعض نشوف الجزء بتاع السينثيسيس. هنبدأ نتكلم عن المونو لوحده، نشوف السينسز والرياكشن بتاعته، وبعد ما نخلصه هنتكلم عن الداي هالايد نشوف السينسز والرياكشن بتاعته. نبدأ الأول بالسينسز بتاعت المونو هالايد. عندي ثلاث طرق للسينسز. أول طريقة لو هحضره من الألكان، from ألكان. بحضره إزاي؟ باخد الألكان حاجة مثلا زي الـ CH4، بقوم ضايف عليه الـ CL2 في وجود الـ HMU ضوء الشمس، أو ممكن يكتبها لي إنرجي. اول ما الاقي على السهم CL2 في وجود الـ HMU بعرف ان انا بروح على الكربون اشيل منها ذرة هيدروجين مع CL، يبقى طلعت HCl، والكلور التانية هتخش مكان ذرة الهيدروجين فيديني CH3Cl. شلت ذرة هيدروجين وحطيت مكانها كلور، وطبعا التفاعل ما بيقفش لغاية هنا. طول ما في ذرة هيدروجين تاني بيقوم جاي واخد CL2 تاني في وجود الـ HMU. هيعمل ايه المره دي؟ هيقوم جاي شايل ذره الهيدروجين ثانيه مع سي ال فيطلع اتش سي ال، ويقوم مدخل السي ال الثانيه مكانها فيديني سي اتش 2 سي ال سي ال. برضه لسه في هيدروجين، التفاعل هيكمل ثاني سي ال 2 في وجود الاتش ام يو، هيقوم شايل ذره هيدروجين ثالثه مع سي ال من الاثنين دول فيديني اتش سي ال، وذره الكلور الثانيه هتخش مكانها يبقى سي اتش CL CL CL. برضه لسه في هيدروجين، التفاعل يكمل تاني CL2 في وجود ال HMU، هيقوم شايل الاتشاء الاخيره مع CL ماينس HCl ويدخل لي CL مكانها فيديني 4 CL اللي احنا بنسميه الكربون تترا كلورايد. تاني طريقه تحضير ممكن احضر من الالكحول، فروم الكحول. ممكن احضر من الالكحول بكذا طريقه. لو مثلا خدت كحول زي CH3 CH2 OH، اول طريقه ممكن افعله مع البي سي ال 5 فوسفورس بنتاكلورايد. اول ما الاقي البي سي ال 5 على السهم اوتوماتيك ابقى عارف زي ما قلنا اربط الريجنت بالتفاعل اللي هيحصل. اول ما الاقي بي سي ال 5 كل دورها انها بتشيل الاو اتش وتحط مكانها سي ال، فهتقوم جايه شايله الاو اتش وتدخل مكانها سي ال على نفس الكربون ويديني سي اتش 3 سي اتش 2 سي ال. نفس الفكره لو خدت المركب ده وفعلته مع الاس او سي ال 2، برضه الـ SOCl2 زي الـ BCl5 بالظبط، بتشيل الـ OH وتحط مكانها Cl، فتقوم شايلة الـ OH دي وتدخل مكانها الـ Cl CH3 CH2 Cl. الراجل ده اللي احنا بنسميه الإيثانول، اللي هو 2 كربون ومعاها OH، هيطلع لي ده اللي هو الإيثايل كلورايد. تالت طريقة إن أنا آخد الإيثانول وأضيف عليه الـ HCl. ال HCl هيعمل ايه؟ هيقوم شايل ال OH مع ال H يطلع جزء ميه H2O ويدخل لي ال Cl مكانها فيديني CH3 CH2 Cl. طب ايه الفرق ما بين التفاعلين دول بتاع ال BCl5 وال SOCl2 اللي احنا قلنا زي بعض وما بين تفاعل ال HCl؟ لو انا جيت خدت مثلا حاجه زي ال CH3 CH2 CH2 OH اللي احنا بنسميه البروبانول، واحد بروبانول كربون 2 3 يبقى ميس ايز بروب، وفي وضع رقم واحد طالع منها او اتش يبقى اسمه واحد بروبانول. لو ضفت عليه البي سي ال 5 او الاس او سي ال 2 اي واحد من الاثنين دول اس او سي ال 2 زي ما قلنا بيشيل او اتش ويحط مكانها سي ال، فيقوم شايل الاو اتش ويحط السي ال في نفس المكان فهيديني الناتج كده سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2
وادي ال CL تمام. لكن لو جيت ضفت عليه ال HCl برضو هيشيل ال OH زي ما عملنا هنا، هيشيل OH مع ال H هي نفس الكلام، هيشيل هنا ال OH مع ال H هي، هيفقد جزيء مية. بس ال CL اللي داخله ما بتخشش في نفس المكان، بتخش فين؟ بتخش في المكان المور سنترال او المكان المركزي اكتر، اللي هي الكربونة دي. يعني الكربونتين دول على الطرف، الكربونة دي هي اللي في النص، او بتخش في المكان اللي معاه اقل ذرة هيدروجين، اقل عدد ذرات هيدروجين اللي هو الكربونة دي. فيديني الناتج كده، هيبقى CH3 دي بقى مكان CH2، هتقوم مديها اتشال الكربون اللي جنبها فيبقى معاها CH بس، وتاخد مجموعة ال CL اللي داخلة CH3. طبعا التفاعل ده ليه ميكانيزم هتدرسوه ان شاء الله في سنة تانية. المهم ان انت تبقى فاهم ان ال BCl5 او ال SOCl2 لما بيشيل ال OH بيدخل ال CL في نفس المكان اللي شال منه ال OH، لكن تفاعل HCl لا، بيشيل ال H مع ال OH ويدخل ال CL في المكان المور سنترال، المكان المركزي اكتر، او الذره بتاعه الكربون اللي موجوده في نص السلسله بتاعتي. فيديني الناتج كده. تالت طريقه تحضير فروم الالكين، الكين حاجه مثلا زي ال CH2 دبل بوند CH2، عايز احضر منها المونو بضيف عليه ال HCl، فبيعمل ايه؟ بيكسر الرابطه الدبل دي، وذرتين دول واحده فيهم هتاخد ال H والتانيه تاخد ال CL، فيديني CH3 CH2 CL. دي بقت CH3 اهي، دي CH2 خدت هي CL. بنفس الفكره لو جيت خدت حاجه زي كده CH3 CH دبل بوند CH2، التفاعل ده بيحصل ازاي؟ ال HCl ال H موجبه وال CL سالبه، الاثنين كربون دول، الاثنين كربون دول عاملين دبل بوند. الدبل بوند لما تيجي تتكسر هتتكسر ازاي؟ واحده فيهم هتاخد الاثنين الكترون فتبقى سالبه، والثانيه اتاخد منها الالكترونات فبقت موجبه. فالموجبه هي اللي هتاخد ال CL السالب، والسالبه هي اللي هتاخد ال H الموجب، تمام؟ طب لو جيت خدت مثال تاني زي ال CH3 CH دبل بوند CH2 وضفت عليه برضو HCl، هنا ما كانش فرقه الدبل بوند دي لما تتكسر مين ياخد السالب ومين ياخد الموجب، لان الاثنين زي بعض متماثل. لكن هنا لا، الوضع مختلف، ال H موجب CL سالب. اما اجي ابص على الاثنين كربون دول، هل الدبل بوند تتكسر كده فدي اللي هي اللي تبقى معاها السالب ودي الموجب، ولا تتكسر العكس؟ حطها دايما قاعده في دماغك، الدبل بوند لما تيجي تتكسر بتتكسر لبره. يعني ايه لبره؟ يعني الكربون اللي بره هي اللي بتاخد السالب، والكربون اللي في النص هي اللي بيبقى عليها الموجب. فاللي عليها الموجب دي هي اللي هتاخد ال CL السالبه، واللي عليها السالب دي هي اللي هتاخد ال H الموجب. فيديني CH3 CH خدت هي ال CL ودي بقت CH3. برضو الميكانيزم بتاع التفاعل ده ان شاء الله هتدرسوه السنه اللي جايه. المهم دلوقتي تثبتها في دماغك بطريقه من اتنين، يا اما تقول ان الكلور دايما هتخش على الكربون اللي في النص، تمام، يا اما تقول زي ما احنا قلنا من شويه ان الدبل بوند دايما بتتكسر لبره، بحيث يبقى السالب بره والموجب هو اللي في النص. وبرضو خلي بالك لو جه كتب لك على السهم HCl HCl دي الموجب ودي السالب لوحدها كده، هتقوم عامل التفاعل زي ما احنا قلنا، الدبل بوند هتتكسر لبره تبقى دي السالب ودي الموجب. لكن لو جه كتب لك HCl في وجود حاجه زي ال H2O2 H2O2، التفاعل ده بيحصل العكس، التفاعل ده بنسميه ماركونيكوف، مارك ده اسمه انتي ماركونيكوف، سمعتوا عنه في ثانوي وبرضه هناخدوا الميكانيزم بتاعه السنه اللي جايه. لما يجيب لك ال HCl في وجود H2O2 بخلي الناتج بتاعي يحصل العكس، بخلي الدبل بوند لما تتكسر هيبقى الكربون اللي في النص هي اللي هتاخد ال H، فدي CH هتاخد H، واللي على الطرف هي اللي هتاخد ال CL، فدي تبقى CH2 وادي CH2 CL. لو جيت اسمي النواتج، الناتج ده اسمه ميس ايس بروب 3 كربون، ورقم 2 هي اللي فيها الكلور، يبقى 2 كلورو بروبان. لو جيت اسمي ده هيبقى اسمه الواحد كلورو بروبان. طيب لو عايز احضر الدايهالايد من الالكين اعمل ايه؟ بدل ما بضيف HCl بضيف CL2 CL2، فلما اجي اكسر الدبل بوند هيقوم عامل ايه؟ هيضيف لي واحده CL على الطرف ده، واحده CL على الطرف ده،
فيديني CH3 CH دي هتاخد CL وادي CH2 هتقوم واخده CL التانية. ده اللي احنا سميناه من شويه اللي هو الفيسينال دايكلورايد. بعد ما خلصنا السينسيس هنبدا نتكلم عن الرياكشنز. برضه هنبدا بالرياكشن بتاعه المونوهالايد. عندي تفاعلين مهمين المونوهالايد، والتفاعلين دول الميكانيزم بتاعهم برضه مهم ومطلوب منك. اول تفاعل اسمه نيوكليوفيليك سبستيتيوشن، ثاني تفاعل اسمه تفاعل الاليمينيشن. نيوكليوفيليك سبستيتيوشن، كلمه نيوكليوفيليك اللي احنا بنختصرها ان يو دي، هي عباره عن ايه؟ كلمه نيوكليوفايل، نيوكليا جاي من النيوكليس النواه، فايل محبه، يبقى نيوكليوفايل حاجه محبه للنواه. يعني ايه محبه للنواه؟ النواه شحنتها موجب، يبقى الحاجه المحبه للنواه دي بتكون شحنتها سالبه او معاها لون بير. المهم ان هي عندها الكترونات زياده، سواء شحنه سالبه او لون بير. يعني ايه سبستيتيوشن؟ يعني هيحصل عمليه تبديل، هبدل نيوكليوفايل بنيوكليوفايل. زي مثلا لو جيت خدت مثال زي ال CH3 CH2 CL، تمام، وجيت ضفت عليه ال KOH، بس لازم ال KOH اللي هضيفها هنا بتكون اكواس مائيه. بتعمل ايه ال KOH الاكواس؟ هاجي ابص على الرابطه اللي ما بين الكربون والسي ال، الكربون موجبه والسي ال سالبه، الكي والاو اتش، الكي موجبه والاو اتش سالبه. بعمل تفاعل نيوكليوفيليك سبستيتيوشن. نيوكليوفيليك سبستيتيوشن قلنا النيوكليوفايل اللي هو الحاجه السالب او اللون بير، يبقى التفاعل هيحصل عمليه تبديل ما بين السالب مع السالب. هبدل السي ال دي هتخرج وهدخل مكانها السالب اللي هو الاو اتش، فيديني الناتج بتاعي سي اتش 3 سي اتش 2 او اتش. يبقى انا كده لما اجي ابص للاثنين دول هلاقي ان انا بدلت الحاجه السالبه اللي هي السي ال بالحاجه السالبه الثانيه اللي هي الاو اتش، عشان كده بنسميه نيوكليوفيليك سبستيتيوشن. طيب تفاعل اليمينيشن، اليمينيشن يعني نزع، نزع يعني هعمل ايه؟ زي مثلا التفاعل برضو هياخد نفس المركب اللي هو CH3 CH2 CL، هفعله مع ال KOH برضو، بس المرة دي بخليها KOH الكحوليك. الكحوليك يعني KOH متدوبة في الكحول. ايه الفرق بين ال KOH الأكوس وال KOH الكحوليك؟ ال KOH الأكوس بتعمل تفاعل السبستيتيوشن، بتبدل نيوكليوفايل بنيوكليوفايل. ال KOH الكحوليك بتعمل تفاعل اليمينيشن، بتنزع. طب هتنزع ايه؟ هاجي ابص على الكربون دي والكربون اللي جنبها، الكربون دي متصله بالكلور فهي سالب، يبقى الكربون نفسها موجب. فالكربون اللي جنبها دي هتعمل ايه؟ هتيجي على التلات ذرات هيدروجين اللي معاها، هتقوم واخده ذره منهم اهي، هتقوم واخده الرابطه بتاعتها، فيبقى الاتش دي موجب، والكربون هتاخد الالكترونات، فالكربون دي تبقى سالب. وهقوم مطلع الاتش مع السي ال، يبقى انا عملت نزع الايه؟ اليمينيشن، يعني نزع، نزعت ال H مع ال CL، يبقى بطلع ال H مع الهالوجين HX. لو في التفاعل ده طلعت ال H مع ال CL. طب واللي خدت الالكترونات دي هتعمل بيها ايه؟ دي بقت سالب والكربون اللي جنبها موجب، يقوم عاملين رابطه دبل ما بينهم فيكون لي الالكين CH2 دبل بوند CH2. كده فهمنا ايه الفرق ما بين تفاعل نيوكليوفيليك سبستيتيوشن، عمليه تبديل ببدل حاجه سالبه بحاجه سالبه، وتفاعل الاليمينيشن اللي هو بيحصل فيه عمليه نزع، بنزع حاجه سالب وحاجه موجب عشان اكون دبل بوند. تمام، ناخد بعض امثله تاني برضو للنيوكليوفيليك سبستيتيوشن، وبعد كده نشوف الميكانيزم بتاع ده، وبعد كده نشوف الميكانيزم بتاع ده. امثله تاني للنيوكليوفيليك سبستيتيوشن زي مثلا تفاعل الكي سي ان. هاجي ابص على الكي سي ان، الكي بوزيتيف والسي ان نيجاتيف، يبقى هعمل ايه؟ طبعا هعمل تفاعل نيوكليوفيليك سبستيتيوشن، يبقى هبدل الحاجه السالب بالحاجه السالب. هاجي ابص هنا هلاقي الكربون دي موجبه والسي ال سالبه، والسيانايد ده هو السالب، يبقى اقوم شايل السي ال وادخل مكانه السي ان اللي هو مجموعه السيانايد، فيديني الناتج بتاعي سي اتش 3 وادي سي اتش 2 هي اللي هتاخد السي ان، والكي هتاخد السي ال هطلع كي سي ال. بنفس الفكره لو جيت فعلته مع ال ان اي او سي اتش 3، ال NA هو الموجب وال OCH3 هو السالب، دي كلها على بعض هي المجموعة السالبة اللي هي ال OCH3. برضو الكربون موجب والCl سالب، يبقى هشيل الكلور مع الصوديوم ماينس NaCl وهدخل مكانها مجموعة ال OCH3، فهيديني CH3 CH2 وادي OCH3. بنفس الطريقة هضيف عليه Na NH2، هلاقي ال NA هي الموجب وال NH2 هي السالب، الكربون دي هي الموجب والسي ال هي السالب، يبقى هشيل ال ان اي مع السي ال ماينس ان اي سي ال، والان اتش 2 السالبه هتمسك في الكربون فهيديني سي اتش 3 سي اتش 2 ان اتش 2.
وهكذا بقى. لو عندي اي حاجة سالبة متصلة بميتال بعمل عليها نفس طريقة التفاعل، وحتى لو السلسلة دي اطول من كده ما يفرقش معايا، المهم ان انا هاجي على الكربون اللي معاها المجموعة الهالوجين سواء كلور او بروم او يود، هشيلها واحط مكانها الحاجة السالبة اللي موجودة على السهم. لو جينا نشوف الميكانيزم بتاع النيكلوفيليك سبستيتيوشن، الميكانيزم بيحصل بطريقة من اتنين. في طريقة بنسميها الـ SN1 ميكانيزم، وطريقة بنسميها الـ SN2 ميكانيزم. اللي بيحدد لي امتى بعمل SN1 ميكانيزم او SN2 ميكانيزم هو الكربون اللي متصلة بالحاجة الهالوجين. تعال نبدأ مثلا بالـ SN2، بلاقي الكربون اللي متصلة بالكلور اهي، بتكون الروابط اللي معاها تاني او باقي المجموعات اللي معاها مجموعات صغيرة، يعني مجموعة R واحدة ومعاها مثلا ذرتين هيدروجين. ده اللي احنا سميناه من شوية اللي هو الـ CL متصلة بكربون معاها مجموعة الكايل واحدة، ده اللي سميناه البرايمري الكايل هالايد. تمام؟ البرايمري الكايل هالايد يعمل الـ SN2، لكن لو كانت الكربون معاها الكلور متصلة بيه ثلاث مجموعات الكايل مثلا او مجموعتين، يعني سواء دي كانت H او R. تمام؟ المجموعات الالكاي دي ممكن تبقى مجموعات كبيرة جدا، مجموعات بنسميها بالكي، بالكي يعني مجموعات كبيرة، فدي بتخلي التفاعل يحصل بالـ SN1 ميكانيزم. تعال نشوف الـ SN2 هيتعمل ازاي وبعد كده نرجع للـ SN1. الـ SN2 ميكانيزم بيحصل ازاي؟ ادي الكلور المتصلة بالكربون اللي احنا قلنا عليها برايمري، يعني معاها مجموعة R واحدة واتنين ذرة هيدروجين. بيجي النيكلوفايل اللي هي الحاجة السالبة زي ما احنا عملنا سواء OH او NH2 او CN وهكذا، هكتبها نيكلوفايل. نيكلوفايل دي ابقى انا فاهم ان مقصود بيها اي حاجة معاها سالب او لون بيروف الكترون. بتيجي تعمل ايه مجموعة النيكلوفايل دي؟ هتيجي تهجم على الكربون، وهي بتهجم على الكربون طبعا عندي الكربون والكلور، الكلور اعلى في السالبية فبيظهر عليه شحنة سالبة والكربون بيظهر عليه شحنة موجبة. فيجي النيكلوفايل يهجم على الكربون الموجبة في نفس الوقت اللي الكلور هتخرج فيه، فبنرسمها حاجة اسمها ترانزيشن ستيت بالمنظر ده كده. باجي على الكربون دي اهي، في نفس الوقت اللي الكلور بيخرج فيه بيخرج، في نفس الوقت اللي النيكلوفايل بيجي يهجم فيه. النيكلوفايل لما بيجي يهجم بيهجم منين؟ مش هينفع يجي يهجم من قدام كده، عشان خاطر الـ CL ده سالب والنيكلوفايل سالب فيحصل ما بينهم تنافر. فالنيكلوفايل ده لما يجي يهجم لازم يجي يهجم من ورا ما بين الرابطة ما بين الـ R والـ H أو الـ H والـ H، فبنسميه باك سايد أتاك، يعني عمل هجوم من الخلف باك سايد أتاك. فلما يجي يهجم من ورا يبقى النيكلوفايل هيخش من الناحية دي والكلور هيخرج من الناحية التانية، وهكتب باقي الذرات بتاعتي، أدي H وأدي H وأدي R. الترانزيشن ستيت دي ترانزيشن ستيت اسمها تي اس، ترانزيشن ستيت دي ما بتبقاش حاجه مستقره، فبحطها بين قوسين معناها ان هي حاجه غير مستقره انستيبل، يعني ما بقدرش افصلها من التفاعل، هي بتحصل اثناء التفاعل كده في لحظه. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ في نفس الوقت الميكروفايل بيخش فيه الكلور بيخرج من الناحيه الثانيه، فهلاقي الناتج بتاعي هو عباره عن بدل ما كان الار والسي اتش 2 الناحيه دي والسي ال كده، لا هعمل الرابطه العكس، هيبقى السي كده والنيكلوفايل الناحيه دي لانها جت من الباك سايد اتاك، وادي الار وادي اتش وادي الاتش الثاني، فيديني الناتج بتاعي اللي هو المرايه بتاعه الناتج ده. لما اجي ابص على الميكانيزم في الاخر نقوله تاني بسرعه كده، الكربون والكلور، الكلور اعلى في السالبيه شو صار عليه شحنه سالبه والكربون شحنه موجبه. النيكلوفايل ده اللي هو الحاجة السالب بتيجي تخش من ورا، مش هينفع تخش من قدام من ناحية الكلور، هيحصل ما بينهم تنافر لأن دي سالب ودي سالب، فبتيجي تخش من ورا فبتعمل باك سايد أتاك، فبتيجي تهجم من الناحية دي. هحط النيكلوفايل كده والكربون معاها الكلور بتخرج من هنا، يبقى كأن دي داخلة للكربون ودي خارجة، والاتنين بيتعملوا منقطين كده. وبحط المركب ده بين قوسين لان قلنا ده مش مركب مستقر، ده حاجه بتتكون في لحظه اثناء التفاعل اللي بنسميها ترانزيشن ستيت او تي اس. وبعد كده بقوم طارد الكلور ودخل النيكلوفايل، فبكتب الناتج بالمشقلب، بدل ما كانت الرابطه مع الكلور في الاتجاه ده بخلي الرابطه مع النيكلوفايل في الاتجاه اللي عكسه، والثلاث روابط دول بكتبهم زي ما هم كده. تمام؟ الميكانيزم هنا حصل على كام خطوه؟ دول مش خطوتين، يعني احنا عاملين سهم والتاني، لا دول مش خطوتين، دول بيتحسبوا خطوه واحده، لان الترانزيشن ستيت دي قلنا حاجه بتتكون في لحظه، ف
فدي ما تعتبرش مركب. فبقول ان الميكانيزم بتاع ال SN2 ده بيحصل على one step ميكانيزم. one step يعني ايه؟ يعني التفاعل بيحصل على خطوة واحدة، one step ميكانيزم، تمام؟ طب ليه سموه SN2؟ لان في ال one step ميكانيزم ده اللي احنا قلنا عليه، الخطوة دي اللي هي الخطوة اللي بيحصل فيها عملية التفاعل اللي هي دي، الخطوة دي فيها الاثنين كومباوند بتوعي موجودين، تمام؟ فما دام الاثنين موجودين فبنسميه باي نيوكليوفيليك سبستيتيوشن، اللي هو ال SN2 باي نيوكليوفيليك سبستيتيوشن، باي نيوكليوفيليك سبستيتيوشن، تمام؟ زي ما هنشوف في الميكانيزم بتاع ال SN1 هنلاقي ان في الخطوة الاولانية بتاعت الميكانيزم في واحد بس من المركبين موجود، فعشان كده بيسموه يوني نيوكليوفيليك سبستيتيوشن او SN1. لكن هنا في عندي الاثنين موجودين في اول خطوة فبنسميه باي نيوكليوفيليك سبستيتيوشن. تعالوا مع بعض نشوف الميكانيزم بتاع ال SN1. في الميكانيزم بتاع ال SN1 برضه هبدا بنفس الفكره، ادي الكربون وادي الكلور، دي اعلى في السالبيه، دي عليها شحنه سالبه ودي عليها شحنه موجبه، تمام؟ فالمفروض ان النيوكليوفايل يجي يهجم، طبعا قلنا مش هينفع يجي يخش من قدام هنا اللي هو الفرونت سايد اتاك، مش هينفع عشان يحصل تنافر ما بين الاثنين، تمام؟ لو جه يخش بقى من الباك سايد اتاك من ورا برضه عنده مشكله. ايه المشكله؟ ان مجموعه الار دي مجموعات كبيره، الار دي ممكن تبقى مثلا سي ومعاها 3 كربون تانيين مثلا سي اتش 3 مثلا وهكذا، والار دي نفس الكلام والار دي نفس الكلام، فبتلاقي ان مفيش مسافه ما بين الاثنين ار دول عشان خاطر ان النيوكليوفايل يقدر يوصل للكربون دي، تمام؟ فما يقدرش يعمل باك سايد اتاك. لكن هنا في حاله المونو كان هنا عندي ذره هيدروجين وهنا ذره هيدروجين، فيقدر يجي يعمل باك سايد اتاك بسهوله. ليه؟ لان الهيدروجين حجمها صغير مقارنه بالار اللي حجمها كبير، فيقدر يجي يخش ما بين الاثنين هيدروجين ويعمل الباك سايد اتاك. لكن هنا غصب عني هو ما بيقدرش يجي يعمل باك سايد اتاك، يبقى اذا اول خطوه مش هيحصل فيها الباك سايد اتاك، فالنيوكليوفايل ده مش موجود اصلا، مش هكتبه. امال ايه اللي هيحصل؟ بستنى الاول ان الكلور تبدا تسحب الالكترونات كلها من الكربون وتخرج بره المركب فتديني سي ال سالب نيجاتيف. بعد ما خرجت بالالكترونات بتاعتها وكونت لي السي ال النيجاتيف، هتسيب لي الكربون معاها الثلاثة ار بتوعها هم، والكربون عليها شحنة موجبة، تمام؟ بعد ما تكون على الكربون شحنة موجبة يبدأ ايه اللي يحصل؟ يبدأ النيوكليوفايل يخش في الخطوة الثانية. النيوكليوفايل لما يجي يخش في الخطوة الثانية هنا المسافة او الزاوية ما بين الار والار والار، الزاوية وسعت شوية، هنا كانوا اربع روابط فالزاوية صغيرة، هنا الزاوية وسعت شوية فيقدر يجي يهجم. وفي الحالة دي كمان عنده اتجاهين ممكن يهجم منهم، ممكن يهجم في نفس الاتجاه اللي كان فيه الكلور فيعمل فرونت سايد اتاك، او يهجم من الناحية التانية اللي هي الباك سايد اتاك، فيديني ناتجين للتفاعل. الناتج الاولاني هدخل النيوكليوفايل في نفس المكان بتاع الكلور فهيديني كربون وادي النيوكليوفايل وادي الثلاثة ار، زائد الناتج الثاني هخلي النيوكليوفايل عكس اتجاه الكربون وادي الثلاثة ار، فبيتكون لي ناتجين، ناتج عن الفرونت سايد اتاك وناتج عن الباك سايد اتاك. لو جينا رجعنا لمعلومه الاس ان 1 والاس ان 2 زي ما قلنا، في حاله الاي اس ان 2 كان الاثنين موجودين في اول خطوه النيوكليوفايل والمركب بتاعي فبنقول عليه باي نيوكليوفيليك سبستيتيوشن. لكن في حاله الاس ان 1 هاجي ابص على اول خطوه هلاقي ان النيوكليوفايل ما كانش موجود فيها اصلا، فالخطوه دي بتحصل بحاجه واحده بس اللي هي المركب بتاعي، فعشان كده بنسميها يوني نيوكليوفيليك سبستيتيوشن او اس ان 1. بستنى الكلور تخرج الاول لان النيوكليوفايل مش هيقدر يجي يهجم من الباك سايد اتاك، فبيستنى الكلور يخرج الاول، وبعد ما الكلور يخرج النيوكليوفايل عنده اتجاهين ممكن يهجم منهم، يا اما الفرونت اتاك يا اما الباك سايد اتاك، لان الزاويه ما بين الكربون وسعت، فيا اما يخش في نفس اتجاه الكلور يا اما يخش في الاتجاه المعاكس زي ما عملنا في الاس ان 2، فبيديني ناتجين. اخر حاجه هنقولها في الميكانيزم بتاع الاس ان 1 ان الميكانيزم ده بيطلع لي ناتجين، وان الميكانيزم نفسه بيحصل على 2 ستيبس، على خطوتين، غير الميكانيزم بتاع ال SN2 احنا قلنا بيحصل على 1 ستيب. ترانزيشن ستيب دي ما بعتبرهاش خطوه، لكن هنا اتكون لي ناتج في النص، الناتج ده بنسميه الانترميديت او بنكتبها اي ام.
الانترميديت ده يعتبر خطوه، يبقى دي الخطوه الاولانيه اللي اتكون فيها الانترميديت ده، وبعد كده الخطوه الثانيه لان النيكروفايل بيجي يهجم فيها على الانترميديت فيديني الناتج. فبيقول ان التفاعل ده حصل على 2 ستيبس، يبقى ال SN1 بيحصل على 2 ستيبس، عكس بقى ال SN2 بيحصل فيه 1 ستيب بس. بعد ما خلصنا البريباريشن والرياكشن بتاع المونوهالايد هنتكلم عن الداي هالايد، برضه هنتكلم عن البريباريشن والرياكشن بتاعته. لو جينا نشوف طرق التحضير بتاعه الداي هالايد برضه هنقسمها لجزئين، اول جزء طرق التحضير بتاعه الجيمينال داي هالايد، وتاني جزء طرق التحضير بتاعه الفيسينال داي هالايد. تمام، الجيمينال بحضره من الالكين اللي هو التريبل بوند سي اتش تريبل سي اتش، ببدا اضيف عليه الاتش بي ار، بضيف الاتش بي ار هيعمل ايه؟ هيكسر اول رابطه ويضيف لي على ناحيه اتش وعلى ناحيه بي ار، ويكسر الرابطه الباي الثانيه ويضيف لي برضه في ناحيه اتش وفي ناحيه بي ار، فيخلي الاثنين بي ار على نفس الكربون، يبقى سي اتش ادي بي ار وادي بي ار، والكربون الثانيه خدت 2 اتش فبقت سي اتش 3. بالمره نعمل التفاعلات بتاعه الجيمينال ده، لو جيت ضفت عليه كي او اتش مره الكحوليك ومره كي او اتش اكواس مائيه، زي ما قلنا من شويه الكي او اتش الاكواس المائيه بتشيل البي ار وتحط مكانها او اتش، يعني هتشيل البي ار مع الكي وتدخل مكانها او اتش، عندي 2 بي ار يبقى هتدخل لي 2 او اتش، 2 او اتش. حط قاعده في دماغك، ما ينفعش كربون يبقى معاها 2 او اتش كده. ايه اللي بيحصل؟ بتقوم جايه هفرد مثلا الرابطه دي اللي هي ما بين الاو والاتش دي، بتقوم جايه الكربون دي تفقد جزء ميه، تفقده ازاي؟ الاتش هتخرج مع الاو اتش، والرابطه اللي كانت ما بين الاو والاتش دي بتقوم الاكسجين عامله دبل بوند مع الكربون، فتديني سي اتش 3 سي دبل بوند او، والكربون دي كان معاها اتش اللي هو الالدهيد اللي بنسميه الاسيتالدهايد. يبقى الكي اتش الاكواس هشيل 2 بي ار واحط مكانها 2 او اتش، وما ينفعش نفس الكربون يبقى معاها 2 او اتش، فبنزع جزء ميه بشيل او اتش مع اتشايه، والاكسجين تعمل دبل بوند مع الكربون فيديني الالدهيد اللي هو الاسيتالدهايد. الكي او اتش الالكحوليك قلنا بتعمل ايه؟ بتعمل عمليه اليمينيشن. الكي او اتش الاكواس كانت بتعمل سبستيتيوشن، بتبدل البي ار بالاو اتش. الكي او اتش الالكحوليك بتعمل اليمينيشن، هتشيل البي ار مع اتش من الكربون اللي جنبها. طب انا عندي 2 بي ار، يبقى هشيل برضو البي ار الثانيه مع اتش ثانيه. قلنا كل اتش بي ار بيتشال بحط مكانه دبل بوند، فانا هنا شلت 2 اتش بي ار يبقى هحط 2 دبل بوند، يبقى الكربون دي مع الكربون دي، شلت اتش مع بي ار هعمل دبل بوند الاولانيه، وشلت اتش مع بي ار ثانيه يبقى هعمل دبل بوند الثانيه، فيبقى تريبل بوند، ودي تشال منها 2 اتش يبقى معاها ذره هيدروجين، يبقى كاني رجعت ثاني للاسيتيلين اللي بدات بيه. لو عايز احضر الفيسينال داي هالايد بحضره ازاي؟ بحضره من الالكين سي اتش 2 دبل بوند سي اتش 2. يبقى الجيمينال حضرته من الالكين اللي هو التريبل بوند الكين، لكن الفيسينال بحضره من الالكين اللي هو الدبل بوند. الكين هعمل ايه؟ عايز ادخل سي ال هنا وسي ال هنا، يبقى هضيف سي ال 2 هيقوم كسر الرابطه الدبل دي، واحده تاخد سي ال والثانيه تاخد السي ال الثانيه، فيديني سي اتش 2 سي ال سي اتش 2 سي ال. تمام؟ بالمره برضو نعمل التفاعلات بتاعته، لو جيت فعلته مع الكي او اتش الاكواس او الكي او اتش الالكحوليك هيديني ايه؟ قلنا الكي او اتش الاكواس بيعمل نيوكليوفيليك سبستيتيوشن، يبقى هيبدل السي ال وهيدخل مكانها الاو اتش، فهيديني سي اتش 2 او اتش، والثانيه برضو هتبقى سي اتش 2 او اتش اللي هو الدايكولورايد بنسميه الاسيلين جيلايكول. الكي او اتش الالكحوليك قلنا بتعمل تفاعل اليمينيشن، هتنزع السي ال مع اتش وهتشيل السي ال الثانيه مع الاتش الثانيه، يبقى هتنزع 2 اتش سي ال، هيقوم مديني ايه؟ ادي الكربون دي شلت اول اتش مع سي ال عملت دبل بوند، وشلت ثاني اتش مع سي ال هعمل تريبل بوند، ودي هيتبقى معاها اتش ودي هيتبقى معاها اتش، يبقى كونت الالكين. ممكن يجي بقى يقول لك ازاي تحول الفيسينال للجيمينال، هعمل ايه؟ لو جيت ابص على الفيسينال داي هالايد اللي انا حضرته من الالكين اهو سي اتش 2 سي ال وسي ال، لو جيت عملت عليه تفاعل كي او اتش الالكحوليك بيديني الاسيتيلين، طب ما الاسيتيلين ده اللي انا بحضر منه الجيمينال،
او مخل الاسيتيلين او نضيف عليه ال HCl مثلا، هضيف عليه HCl، هضيف اتنين جزيء هينكسر الاتنين دبل بوند دول، واحدة تاخد H والتانية تاخد Cl، ودي H ودي Cl، فيقوم يديني دي بقت CH3 والكربون دي بقى معاها الاتنين Cl. يبقى كده قدرت احضر اللي هو الجيمينال دايهالايد. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، عرفنا ازاي نفرق ما بين الالكايل هالايد المونو والداي والبرايمري والسكندري والتيرشري والجيمينال والفيسينال دايهالايد، وعرفنا ازاي كل واحد فيهم بقدر احضره وازاي بيتفاعل. يا رب يكون الفيديو فاتكم، والتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.